السلام عليكم. يطيب لي وباسم الطاقم العامل في مجمع زيرتيوب ونحن نودع شهر رمضان المعظم أن نتوجه للشعب الجزائري وللأمتين العربية والإسلامية بأطيب الأماني وأعطر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الجزائر باليمن والخير والبركات. وإذ نحيي هذه المناسبة السعيدة التي تأتي هذا العام في ظرف استثنائي غير معهود بسبب ما يحدث في غزة من عدوان صهيوني همجي، نتذكر ما يحدث لإخواننا في هذه القطعة الغالية على قلوبنا من وطننا العربي وفي غيرها من المناطق في العالمين العربي والإسلامي التي تتعرض شعوبها للاحتلال والظلم والاضطهاد. لا يسعنا إلا أن نقول كما قال المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، ورغم كل شيء عيدكم مبارك. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى عيد سعيد لكل الأمة العربية الإسلامية وحتى الأمازيغية. نقولكم كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا والعافية على كل البيوت الإسلامية والعربية والجزائرية. أتمنى عيد مبارك أيضا للعائلة الكريمة، بداية بالوالدة الكريمة، نقولها عيدك مبارك، ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله تبقى تاج فوق رأسنا، إضافة إلى إخوتي صوفيان أمين والأخت نسرين وإلى أبنائهم دانيا دينا ماريا وإلى الكتكوت صغير العائلة إدير وإلى كل عائلة قاضي بالقبة برخادم عائلة تواتي أيضا. وإن شاء الله ربي يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى للأمة الإسلامية جمعاء والشعب الجزائري خاصة عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. بلا ما ننسى عائلتي، عائلة جودي، العائلة الكريمة، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وعائلتي الثانية عائلة زيرتوب، نقول لكم كذلك عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. والأمة الإسلامية والأمة الأمازيغية، وكذلك بلا ما ننسى الشعب الفلسطيني، نقول له الشعب المناضل والمكافح، نقول له من هذا المنبر، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم، صباحكم بالخير، نقول لكم صحة عيدكم لكل الأمة الإسلامية. بدون ما ننسى العائلة تاعي، العائلة الناشف، سكان سويدانية، وبلا ما ننسى صاحبي ياسين وكل عائلة بوستا كذلك، وبلا ما ننسى أولاد أختي عبد الودود وعبد الرحيم، بلا ما ننسى الوالد تاعي إن شاء الله يخليهن تاج فوق رأسنا. نقول لكم نعاود نقولها صحة عيدكم للأمة الإسلامية، وربي ينصر خاوتنا إن شاء الله في غزة، وصحة عيدهم. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صحة عيدكم العائلة الديب وعائلة صبحي. نقول صحة عيدكم لجميع الأمة الإسلامية، وإن شاء الله نعيدوا بالصحة والهنا، وربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم، عيد مبارك لكل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية، وعيد مبارك ثاني ليما وخويا مزيان كريم، عيد مبارك للزوجة الكريمة وعائلة رقيقي، وعيد مبارك ثاني لأمي الثانية مدام مشري، نقولها عيد مبارك، كل عام وانتي بخير والعقوبة إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. عيد مبارك للكامل طاقم تاع زيرتيوب، طاقم الصحفي كان أو الطاقم التقني، لهم تحية ومازالهم اليوم مازالهم يخدموا كما يقولوا يتعبوا باش يوصلوا لكم الصورة وأجواء فرحة العيد اللي رانا نشاهدوها عبر هذه القناة الفتية. وعيد مبارك أيضا ولاد حومتي ناس سويدانية، قايتي نقول لهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم كما يقولوا بكل في كل فرحة وفي كل سرور. وعيد مبارك أيضا لإخواننا في فلسطين، بلا ما ننساوهم، يعجز اللسان عن التعبير باسكو فلسطين كما يقولوا قضيتنا، ولازم نتكاتفوا قايتك باش كما يقولوا نكونوا على يد واحدة، وربي إن شاء الله ينصرهم، وربي إن شاء الله يكون يمد لهم القوة ويصبرهم إن شاء الله يا ربي. يعطيكم الصحة وشكرا،
وبارك الله فيكم والسلام عليكم، يعطيكم الخير. بمناسبة العيد المبارك حبيت نقدم تهاني العيد للأمة الإسلامية عامة والجزائرية خاصة. بهذه المناسبة حبيت نقدم تهاني العيد لعائلة مشري وعائلة لاريان وعائلة ربحي، ناس سويدانية وكامل خاوتنا. تاني أخويا العربي المخرج تاعنا، أخويا العربي وطاقم زير تيوب الصحفي والفني، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، العقوبة لكل عام إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر أتقدم بتهنية الحارة إلى كل الشعب الجزائري في مختلف ربوع الوطن في 58 ولاية في الجالية أيضا المقيمة بالمهجر، إلى الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي. تحية كبيرة لهم، أكيد هم يعانون المآسي ونحن في عيد ورحمة، دون نجدد دعاءنا لهم بزوال هذه المحنة إن شاء الله. إهدائي إلى العائلة الكريمة بشقيها من الوالد عائلة بولسق، كل من يحمل هذا اللقب، عائلة أسمارة من جانب الأم وعائلة العائلة الصغيرة، أكيد ما ننسوهاش ما نغفلوهاش في هذا العيد، الزوجة الكريمة والابن العزيز رايان واسيم، ربي يحفظه ويكبره على الطاعة والدين إن شاء الله. السلام عليكم، صحة عيدكم، يتعدى عليكم الصحة والهنا إن شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم ما نكثروش بزاف، أنا ماشي كيما الآخرين. صحة عيد الأم الكريمة، الأخت، لافامي قرومي من كبير لصغير، جدي، صحة عيدك، صحة عيدكم كامل إن شاء الله. صحة عيد لافامي عيد الحاج، صحة عيد لافامي قرومي، صحة عيد من جميع واحد يعرفني. حيو فريق رائد القبة، رائد القلب، أتمنى له إن شاء الله الصعود. بلا ما نساو جميع الطاقم جزائر تيوب من كبير لصغير من جميع مناصب، يعطيكم صحة وشكرا على الثقة تاعكم، وإن شاء الله نكونوا وفينا وكملنا إن شاء الله. بلا ما نساو تحياتنا للمشاهدين الكرام، صحة عيدكم، صحة رمضانكم، الناس اللي في الغربة، هذه هي صحة عيدكم. السلام عليكم، عيد مبارك جميع الأمة الإسلامية، عيد مبارك جميع الشعب الجزائري، عيد مبارك خصوصا عائلة قلاتي، عيد مبارك لأمي ربي يحفظها لي إن شاء الله وربي يقدرها وربي يخليها لنا إن شاء الله، عيد مبارك لأختي أسماء وراجلها وولادها صغار أنس ولينا، عيد مبارك خويا عبد الرحمن وأختي لامي الصغيرة بلا ما ننساوها، وجميع العباد يحبوني إن شاء الله. هيا بقوا على خير والسلام عليكم. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودعنا شهر رمضان وها نحن اليوم نحيي مناسبة مباركة عظيمة عند الله عز وجل. بهذه المناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب الجزائري كافة، ونقول لهم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير. عائلة زروال أيضا صحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير. أبي وأمي صحة عيدكم و كل عام وأنتم بخير. أيضا كل أصدقائي وكل الطاقم العامل معي من صحفيين تقنيين وكل من يعمل معي في هذا المجال، صحايتكم. طبعا بمناسبة عيد الفطر المبارك أهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة، وأهنئ كل الأمة العربية، كما أهنئ أهلنا في فلسطين وفي غزة، نتمنى لهم أن يتحرروا بحول الله، كما أهنئ كل عائلة الزيك وزملائي في قناة الجزائر تيب، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. بمناسبة عيد الفطر أتقدم بأحر التهاني لكل الشعب الجزائري وأيضا الشعب الإسلامي، ولا ننسى أيضا الفلسطينيين، وأيضا لا ننسى الوالد والوالدة والغالية على قلبي، كل التهاني. السلام عليكم. السلام عليكم، بمناسبة عيد الفطر المبارك أقدم تهانية إلى كل الشعب الجزائري وإلى الأمة العربية عامة، ولا ننسى الشعب الفلسطيني، نسأل الله تعالى أن يحرر هذه البلاد الطيبة من المحتلين. بمناسبة عيد الفطر المبارك أقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعده الله علينا وعليكم باليوم والإيمان والبركة والإحسان. تحياتي إلى كل من يعرف سمير بادي من قريب أو من بعيد، تحياتي إلى عائلتي الكريمة، إلى الوالدين العزيزين، وأيضا إلى أولادي لقمان وكوثر، وإلى الزوجة الكريمة، كما أحيي كل الشعب الجزائري، وإلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن شاء الله محنة وجوز وقلوبنا معكم. تحياتي أيضا إلى الزملاء في مجمع زير تيوب، ونتمنى إن شاء الله الخير للبلاد والعباد، وكل عام
وأنتم بألف خير. بحلول عيد الفطر المبارك، مجمع دزير تيوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. دزير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.